تقدم أمامكم الآن سفينة القيادة ونصر القوات، قلعة بني عباس، قلعة من قلاع الجزائر المنيعة. يمكن لهذه السفينة حمل عدد من الحوامات ثقيلة كانت أو خفيفة والعشرات من العربات. يمكن استعمالها كمركز قيادة محمول لإدارة العمليات البحرية، ويمكنها نقل مجموعات من مغاوير البحرية. بحر أمامكم الآن وبكل فخر واعتزاز الفرقاطة الرادع من القسم البحري للفرقاطات المتعددة المهام، عنوان القوة والشراسة، قدرتها القتالية العالية تمكنها من كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية العائمة منها والساحلية والأهداف التحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية وتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية. تحمل على متنها حوامتان قتاليتان ببدائل مختلفة. في هذه الأثناء نشاهد مجموعة من أفراد النخبة من القوات الخاصة الذين ينفذون بكل احترافية واقتدار قفزاً بالمظلات، وكلهم فخر واعتزاز بحمل الألوان الوطنية التي تزدهي بها الآن سماء جزائر التاريخ المجيد والعهد الجديد. يتبع الفرقاطة الغرابان المتعددي المهام، على الميمنة الغراب الظافر وعلى الميسرة الغراب الفاتح من اللواء البحري 51 للغرابات. هذه الوحدات المهابة لا تقل قوة ولا شراسة عن سابقتها، إذ أنه بإمكانها هي كذلك كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية والتحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية والتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية. تحمل على متنها حوامة قتالية ببدائل مختلفة حسب المهمة المسندة، مضادة للسطح أو مضادة للغواصات. المنصة تتقدم وحدات من القوات البحرية في تشكيل استعراضي، تتقدمهم الغواصة الونشريس، تتبعها الغواصة جرجرة، غواصتان من اللواء البحري 21 للسفن الغواصة، مفخرة أسطولنا البحري وقوته الضاربة، تحمل أسماء جبال كانت بالأمس دروعا احتمى بها مجاهدون ولقنوه دروسا في الوطنية ونكران الذات، لتكون هذه الغواصات اليوم درعا يصطدم به غرور كل من تسول له نفسه المساس بحرمة هذا الوطن الغالي، إذ أن هذا النوع من الغواصات القاذفة للصواريخ يمتلك قدرة نارية كبيرة، يمكنها بالإضافة إلى مهامها المتمثلة في تدمير الغواصات والسفن الحربية المعادية باستعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر بحر، يمكنها أيضاً وخاصة إصابة أهداف برية في عمق إقليم العدو بصواريخ بحر بر ذات تبديل المحيط على مسافات كبيرة وبدقة عالية. ولتكتمل الصورة ولإبراز دور قواتنا البحرية في مجال الخدمة العمومية، تتقدم أمامكم جنباً إلى جنب قاطرتي أعالي البحار المساند والمنجد، رمز من رموز عزة الجزائر ووفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في البواثيق الدولية المصادق عليها. إن هذا النوع من السفن، والذي تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تمتلكه، يمكنها من الوفاء في حدود منطقة المسؤولية
بالتزاماتها في مجال البحث والإنقاذ في البحر ومساندة السفن. تبحر أمامكم الآن السفينة المضادة للغواصات رئيس قورسو من اللواء البحري 22 للسفن الدعم والحماية، صائدة الغواصات المهابة والمخشية، حيث يضمن هذا النوع من السفن مهام البحث والكشف وتدمير الغواصات المعادية. أما الآن فيمر على ميمنة السفينة المضادة للغواصات الغراب قاذف الصواريخ رئيس بربيار، منتوج وطني تم بناؤه بكفاءات وسواعد جزائرية على مستوى ورشات مؤسسة البناء والتصليح البحريين.